تعرض الفنان اللبناني سعد رمضان لحادث غريب كان رح يختنق لو ما تدارك الموضوع بسرعة. بالتفاصيل، زار سعد امه كرمال يتغدى عندها، وكانت محضرت له اكلته المفضلة اللي هي الكفتة بالرز. هو وعم ياكل غصب الاكل وبطل قادر يتنفس، كان رح يغيب عن الوعي، فنقلوه على مستشفى الجامعة الامريكية ببيروت ليعمل الفحوصات اللازمة ويطمن اكثر على صحته. وتواصل موقع الفن مع سعد وطمنا على صحته وقال انه صار احسن اليوم. كمشت قوات الأمن المصرية الفنانة بوسي ببيتها بالقاهرة اليوم الصبح من بعد ما صدرت أحكام نهائية ضدها ولازم تتنفذ. قضايا والأحكام النهائية اللي صدرت ضد بوسي سببها إنها كتبت تشيكات لطليقة تبينت إنها بلا رصيد، غير إنها أخلت باتفاقات قديمة بيناتهم ورفضت تعطي المبلغ اللي كان لازم تدفعله إياه من لما كان يشتغل معها. فاجأ الفنان المصري تامر حسني الجمهور انه حلق شعره ونشر صورة له باللوك الجديد وعلق: حسيت بأول صورة نزلتها اني بشبه حالي بمسلسل آدم وعمر وسلمى 3، فتجرأت أكتر وحلقت على الآخر بالموس كرمال التغيير والتجديد. وكان تامر قبل بنهار قص شعره قصير، بس لما حس انه ما تغير كتير قرر يعمل لوك جديد. استقبلت رئيسة تحرير موقع الفن الإعلامية هلا المر الفنان ناصيف زيتون ببرنامجها نجوم الفن. بالجزء الأول من المقابلة حكي ناصيف عن حياته وتربيته ونجاحاته وتحقيقه للأرقام القياسية، وكشف إنه تعرض لنوع من الخيانة. لتعرفوا كل شي حكي ناصيف فيكن تتابعوا المقابلة كاملة على موقع الفن. نشرت عارضة الأزياء اللبنانية رولا يموت صور جديدة ونادرة على صفحتها مع بيا، وتمنت إنه يشفى من دون ما تحدد نوع المرض إذا كان خطير أو لا. بالتفاصيل، بيّنت رولا أختها للفنانة اللبنانية هيفا وهبي هي وعم تبوس بيا وعلقت: الله يشفي لي بابا حبيبي وعمري. عاش الفنان الكندي جاستن بيبر معاناة كبيرة بسبب الشهرة يلي حققها من هو وصغير، وبرسالة طويلة نشرها على صفحته حكى عن الضغوطات الكبيرة يلي تحملها من وراء الشهرة، وإنه المصاري اللي حصل عليهم من وقت ما كان صغير هي سبب إدمانه على المخدرات وإصابته بالاكتئاب، وإنه تحول لشخص ما بيحترم النسوان وبعد عن كل اللي كانوا يحبوه. بالنهاية قال إنه رحلة الشفاء كلفته كتير، وشكر كل اللي وقفوا حده، وأكد إنه زواجه من هايلي بولدوين كانت أكثر الأمور الصحيحة اللي صارت بحياته. لمعرفة كافة الأخبار الفنية زوروا موقعنا الفن.com واشتركوا بقناتنا على يوتيوب ليوصلكم كل جديد.